في البرج أيضا يتعرض إخواننا لأشياء رهيبة. برج هناك إبراهيم الإعلامي وإخوانه، وهم إبراهيم الإعلامي، علي شرنين، حميد حجام، عبد الرزاق، عبد الرزاق عباش، عز الدين بوطبة، نبيل بهلول، موسى الإعلامي، لحسن بن الشيخ، عز الدين بن بالخير، حسان زيبيري، مراد شليقة، أي محمد طوهرية. مراد شليقة، أي محمد طوهرية. هؤلاء إخوانكم الاثناش من الأحرار، وهم من البرج، بعضهم من جعافرة، تلك المدينة المقاومة تسمى بمدينة 4000 مجاهد. هؤلاء أيضا يتعرضون لنقمة شديدة، تعذيب، ضرب، ودخلوا في إضراب بعد هذا الظلم العظيم اللي راهم يتعرضوا له. دخلوا في إضراب عن الطعام، وكانوا محاميهم وبما فيهم خونا غربي وآخرين كانوا احتجوا بشدة وانسحبوا من المحاكمة في 25 جانفي الماضي نتيجة للخروقات الهائلة حتى لقوانينهم هم اللي وضعينها هم. خلنا نشوفوا أيضا وش يقول أخونا واحد من المحامين على هذا الموضوع. على إبراهيم الإعلامي وعلى ما يحدث له، وش قال إبراهيم الإعلامي اليوم للقاضي؟ أحد محامي الأحرار وهو يعطي بعض الحيثيات وبعض الخلفيات لما يعانيه إخواننا هناك، وقانون التليفون وقضاء التليفون. حي الله الأحرار المحامين مثل هذا، بهؤلاء المحامين والمحاميات ينكسر هذا القيد، يساهمون في كسر القيد ويساهمون في فضح المنظومة، منظومة عدالة التليفون ومخابرات التليفون، ومنظومة إجرامية دمرت البلاد. إخواني المحامين، أينما كنتم، كلما صدعتم بالحق، كلما تجمعتم، كلما كثرتم، كلما كنتم متواجدين، كلما واجهتم هذه المنظومة، وانتم ما تعرفوها جيدا، يخافوا ما يحشموش. ولذلك توحد المحامين وتعاونهم وتآزرهم وتضامنهم وتعاضدهم في كل القضايا يقوي الموقف الشعبي والحراك الشعبي، ويضعف المنظومة الإجرامية، منظومة الحنوشة، منظومة العصابات. منظومة العصابات على ذكرها، اليوم في الوقت اللي يعاني فيه عبد الله بن ناعوم وإبراهيم وإخوانه، وإبراهيم الإعلامي وإخوانه، والنقيش ووليد نقيش وإخوانه، ورجال ونساء في البلاد، بل أحيانا حتى شباب صغار مثل ياسر ويبح، صغار في السن وكبار في العقول، كبار في المواقف،
سيذكرها التاريخ كبار حق في المواقف. حي الله يا سرويبح وإخوانه. في هذا الوقت وفي الوقت اللي كانوا جابوا فيه المجرم العالمي المتهم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خالد نزار، في الوقت اللي جابوه بالطائرة الرئاسية وبالرقص العسكري كما سماه هما، قال لك الاحتفال العسكري برقص عسكري دارونه، وبالباسبور الدبلوماسي، في هذا الوقت إذن يحكم على الأحرار بهذه الأحكام أو تطلب أن تكون هذه الأحكام ويطلق آخرين من العصابة.